في مثل هذا اليوم الثاني من رجب عام 920 للهجرة الموافقة لعام 1514 للميلاد، وقعت معركة جالديران بين العثمانيين والصفويين، وتعد هذه المعركة من المعارك الفاصلة في الصراع العثماني الصفوي، فقد استطاع السلطان سليم الأول بقضائه على جيش الصفويين في تلك المعركة أن يحقق لدولته الأمان من عدو ظل يشكل خطراً حقيقياً عليها لفترة طويلة من الزمان. وفي مثل هذا اليوم من عام 1144 للهجرة الموافق لعام 1732 للميلاد، وقعت الدولة العثمانية معاهدة مع إيران استعادت إيران بمقتضاها سيادتها على عدد من المدن مثل تبريز وأذربيجان الجنوبية وكرمانشاه وخوزستان وهمدان.